خلينا نروح لنتحدث عن الناشط السويدي بنجامين لادرا، وهو ناشط معروف في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن القضية الفلسطينية، وقد بدأ رحلة سيرا على الأقدام العام الماضي من السويد إلى فلسطين لتعريف العالم بالقضية الفلسطينية. وبعد 11 شهرا من المسير منعه الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية. كاميرا صباح النور رافقت لادرا أثناء تواجده في الأردن، نتابع معا هذا التقرير. اسمي هو بنجامين لادرا، عمري 25 سنة، سويدي، وأنا أمشي من السويد إلى فلسطين. أقوم بهذه الرحلة لرفع الوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الاحتلال الإسرائيلي. معظم الناس لديهم الفضول لمعرفة ما أفعل، خاصة أنني أمشي رافعا علما كبيرا لفلسطين أينما ذهبت، فبالتالي العديد من الناس يسألونني عن ذلك، فأخبرهم عن الانتهاكات التي رأيتها بفلسطين والمئات من قصص معاناة الفلسطينيين. اليوم هو اليوم الأخير بهذه الرحلة. صراحة أنا ما مشيت 5000 كيلو، مشيت بس شوي بتركيا وشوي بالأردن مع بنجامين، وعم بحس حالي شوي بدي أبكي وأنا بفكر كيف بلش هاي الرحلة من التلج لهلأ لأخفض بقعة بالعالم، وعم نموت يعني. أكثر يوم بالرحلة كلها كان شمس هو هذا اليوم، فعم بتخيل شو مشاعر بنجامين وهو عم بخلص رحلته هاي اللي أخذت معه سنة كاملة، وهو بس بيمشي 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 وبيحكي عن هالقضية وبتعلم عنها أكثر. فأنا كثير فخور باللي بيعمله بنجامين، وكثير فخور إنه لسه في إنسانية بالعالم. سبب هذه الرحلة أن العديد من الناس ليس لديهم الوعي حول الإرهاب الممارس من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. الوعي يولد الضغط الذي يأتي من الأفعال. نريد التغيير، أنا أريد ذلك، لأننا نرفض المعاناة. نحن بحاجة لاتخاذ موقف للضغط لوقف الاحتلال عن ممارسة أفعاله، وهم لن يوقفوا ذلك بأنفسهم، لهذا لا نتوقع أن يحدث شيء ما لم نتحرك. لقد كان من المفترض الليلة الدخول إلى فلسطين، ولكنهم أوقفوني لمدة ما يقارب 5 أو 6 ساعات وطرحوا علي بعض الأسئلة والتحقيقات. أمنيتي كانت أن أزور هذا المكان، تعلم، ولكن لا أستطيع. إنهم خائفون أن أشعل الرأي العام، وهذا هو السبب الذي جعلهم يمنعونني من الدخول. هذه أفضل شهادة تستطيع الحصول عليها منهم، تعني أنهم يخافونك، تعني أنك فعلت شيئا. أجل، أظن أنني فعلت شيئا.